السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلاب تانية ثانوي في فيديو جديد. في الفيديو ده هنحل نموذج 2 أحياء من كتاب فكر وأسئلة فكرتها كويسة. يعني نشوف بقى مع بعض. السؤال الأول بيقول لي معدل إخراج النبات لغاز CO2. نخلي بالنا من كلمة معدل إخراج، تمام؟ أنا كده ما قلتش مثلا كمية، أنا قلت معدل إخراج، ما قلتش كمية CO2 الموجودة في النبات، قلت معدل إخراج النبات لغاز CO2 عن طريق الصخور نهارا أقل من معدل إخراجه ليلا. معنى إن هو CO2 بيخرج بالليل من الصخور أكتر وبيخرج من الصخور في النهار بطريقة أقل، إن في طريقة تانية بيتم إخراجها أو بيتم إخراج CO2 عن طريقها في النهار. طب أنا عندي أصلا CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون اللي هو الناتج من عملية التنفس، النبات بيخرجه بثلاث طرق: الصخور وهي الطريقة اللي موجودة قدامنا، والجذور، والبناء الضوئي. طب البناء الضوئي ده مش بيحدث في النهار؟ فعشان كده النبات بيخرج أو CO2 أو بيعيد، يعني المعنى الأحسن إن هو بيعيد استخدامه، تمام؟ بيعيد استخدامه في النهار عن طريق عملية البناء الضوئي، عشان كده مش بيبقى موجود أو متوفر في النهار بطريقة كتيرة، فبيبقى إخراجه صور قليل، إنما في الليل بيخرج من الصور بطريقة أكتر. يبقى إن النبات يطرح معظمه عن طريق الجذر، ولا النبات يستخدمه في عملية التنفس الخلوي، ولا النبات يستخدمه في عملية البناء الضوئي. يبقى رقم 3. نركز، السؤال ده مش سهل، أو حتى لو أنتوا شايفينه سهل هو سهل ممتنع، تمام؟ ان انا عندي CO2 بيخرج من عن طريق الصخور وعن طريق عملية البناء الضوئي، تمام؟ انا عندي كمية بخرجها في النهار بيبقى في الصخور قليل، لكن بيخرج من البناء الضوئي او بيعيد استخدامه في البناء الضوئي اكتر. في الليل بيبقى في الصخور كتير لكن مفيش بناء ضوئي. سؤال يعني فكرته كويسة جدا. السؤال بقى التاني مش صعب. بيقول يمثل الشكل المقابل نبات زرع في تربة غنية بأحد العناصر والذي ينتقل بتركيزات كبيرة للنبات. فإذا كان الحرف سي يمثل المعدل الطبيعي للمحتوى الملحي للنبات، فماذا يمكن أن يحدث خلال فترة بي؟ زي ما انتوا شايفين سي ده المعدل الطبيعي، فجاء دخل النبات كمية أكبر من المعدل الطبيعي أو أكبر من الكمية اللي النبات بيحتاجها، فالنبات قام بعملية إخراج أهو بي بدأ يقل فوصل للوضع الطبيعي. طيب المطلوب هنا ان انا عايز اعرف ايه اللي حدث في بي، فطبعا اخراج. طيب ايه وسيلة الاخراج او طريقة الاخراج دي هتعمل ازاي؟ في الكتاب عندكم موجود بيقول لي ان بعض النباتات تنمو في تربة غنية بالاملاح المعدنية، مثلا ان هي كالسيوم، فالنبات بيتخلص من العنصر الزائد ده عن طريق اللي هو بيجمعه في الاوراق وفي الاخر بتسقط. فبيقولي بقى امتصاص النبات لكمية اقل من معدل احتياجه، لا، النبات بيمتص لانه بينتقل من تركيز اعلى للتركيز الاقل، فبيدخل في النبات اكتر من نبات محتاج اصلا. قام النبات بالنتح ليتخلص من محتواه والملح الزائد، لا، النتح بيبقى ماء فقط. سقوط الاوراق كوسيلة اخراج، هي دي الاجابة الصحيحة. في 4 موت النبات بسبب تراكم الملح بداخل خلاياه، لا، النبات مش بيموت، النبات بيدور على طريقة ان هو يتخلص من الاملاح الزائدة دي. السؤال الثالث، اي الترتيبات الاتية صحيحة وتدل على ما تقوم به؟ الصخور المائية، السيقان الخشبية، والكيوتين من عمليات اخراجية. لو ركزنا لحظة كده وبصينا على الصخور المائية، طب الصخور المائية دي كانت بتحدث فيها عملية ايه؟ او العملية الاخراجية اللي بتقوم بيها طبعا عملية الادماع، تمام؟ يبقى اذا الصخور المائية عملية ادماع. طب لو بصينا للسيقان الخشبية عملية نتح، طب انهي نوع من عمليات النتح؟ طبعا النتح العديسي اللي هي العديسات اللي موجودة بتبقى السيقان الخشبية الاشجار. نيجي للكيوتين، هل بيحصل في الكيوتين ايه؟ نتح، فنتح نوع ايه؟ نتح كيوتيني. يبقى اذا كده ادماع ونتح عديسي ونتح كيوتيني، يبقى عندي الاختيار الرابع. وفوق كان سقوط الاوراق كوسيلة للاخراج، وهنا ان النبات بيستخدمه في عملية البناء الضوئي. هسيب لكم طبعا في الاخر كده بعد ما نحل مع بعض شوية اسئلة حلوين، هسيب لكم سؤالين تجاوبوه في التعليقات زي العادة. يعني السؤال الرابع بيقول لي صورة من صور الاخراج في النبات.
يتخلص فيها النبات من الماء والأملاح الزائدة عن حاجته. هذه العبارة تدل على أهمية وجود. ما احنا نركز كده ان النبات بيتخلص من حاجتين اللي هما المية والأملاح. وعطيني بقى في الاختيارات عضيسات، جذع، ثغر يفتح حسب حاجة النبات، ثغر مفتوح على الدوام. احنا لو ركزنا كده ان الجذر تمام بيخرج منه ثاني اكسيد الكربون والاملاح المعدنيه طبعا الزائده عن حاجات النبات. لو بصينا بقى للاجماع هنلاقي ان بيخرج منه ميه زائده واملاح زائده. لو بصينا بقى للنتح هلاقي ميه بس. طيب اذا انا عايزه ميه واملاح زائده، يبقى اختار ايه؟ الاجماع. طب هنا مفيش اجماع، ده عندي عديسات، جذر، ثغر يفتح حسب حاجة النبات، ثغر مفتوح على الدوام، هما دول الاتنين دول مفتاح الحل. لأن أنا عندي في الإدماع الصخور بتاعته بتتميز بدوام انفتاحها اللي هي الصخور المائية، إنما النتح دي صخور بتفتح على حسب حاجة النبات. إذا الثغر المفتوح على الدوام هو ده الإدماع، هو ده اللي النبات بيتخلص منه من المية والأملاح الزائدة عن حاجته. لما نشوف السؤال الخامس، بس هما كاتبين على أربعة، بس سؤال خامس: توقف الشعيرة الجذرية عن امتصاص الماء من التربة قد يكون سببه عدم وجود أملاح في التربة. لا دي نستبعدها خالص. نشوف بقى التلات اختيارات وهتلاحظوا معايا حاجة غريبة: غياب الصهور من أوراق النبات، غياب الكيوتين المترسب على بشرة النبات، ولا غمس أوراق النبات تجريبيا في شمع البرافين. نركز كده وتحط قدامك وفي على القانون ان السطح الكلي للنبات المعرض للهواء الجوي بيفقد الماء. تمام، اذا لما انا اخبي اوراق تمام ايا كان، عن طريق ان انا اخبيها، اخفي الجذور، الصغور، احط عليها برافين، شمع برافين، فهيبقى عندي ساق معرضة للهواء الجوي فتقوم بعملية النتح. تمام، زي ما قلنا السطح كل النبات المعرض للهواء الجوي يفقد الماء. طب انا مش عندي عن طريق عمليه النتح النبات او بيستطيع امتصاص الميه من التربه، صح؟ يبقى انا عندي في عمليه نتح في امتصاص ميه من التربه، مفيش عمليه نتح مفيش امتصاص ميه من التربه. فبيقول لي غياب الصغور من اوراق النبات. طب لما عندي غياب الصغور من اوراق النبات، ما انا عندي ساق النبات، عندي نتح عديسي ونتح كيوتيني. طب لما يقول لي غياب الكيوتين المترسب على بشرة النبات، طب ما انا عندي ورق وعندي فيه صغور ونتح ثغري. فلما اشوف الاجابة الرابعة، غمس اوراق النبات تجريبيا في شمع البرافين، اما هو في التجربة عندكم في الكتاب اصلا لما غمس اوراق النبات برضو النبات قام باخراج بخار المية عن طريق الساق. فاذا ولا اجابة من دول دقيقة. لو مثلا اختار اجابة يمكن القريبة من الصح، غمس اوراق النبات تجريبيا في شمع البرافين، المفروض غمس النبات كامل اي جزء معرض للهواء الجوي. تمام، فتخلوا بالكم السؤال الرابع او السؤال الخامس عشان ما تتلخبطوش. يبقى انا كده مش هدي اجابة اصلا، هنا ثغر مفتوح على الدوام وهنا مش هدي اجابة لان مفيش ولا اجابة دقيقة. لو قال لي مثلا غمس النبات كامل في شمع البرافين، تمام كنت اقولها. السؤال بقى السادس برضو بيتكلم عن البرافين، بيقول لي في تجربة لاثبات قيام النبات الاخضر بعملية النتح، ماذا يحدث لكبريتات النحاس اللامائية داخل الناقوس إذ ما غمست أوراق النبات تجريبيا في زيت البرافين؟ نركز إن بيقول لي إذا ما غمست، يعني أنا عندي كده نبات عادي خالص معلهوش زيت برافين، إذا النبات طبيعي، نبات أخضر. كبريتات النحاس اللامائية دي لما مية مثلا تجي تحول للون الأزرق، فإذا النبات هيكون بعملية النتح تمام ويخرج بخار الماء، بعد كده يتكثف، بعد كده هيتحول لونه الى اللون الازرق. فبيقول يتغير لونها لوجود بخار الميه، صح، ويتغير للون كمان الازرق. لما نشوف بقى السؤال السابع، بيقول لي تامل الشكل الذي امامك ثم حدد الماده التي تنطلق من جميع المصادر الموضحه بالشكل الى الهواء الجوي. هي طيب لو ركزنا كده الشجرة بتخرج ايه؟ ثاني اكسيد كربون، بخار مية، اكسجين. طب لو بصيت للخروف بيخرج ايه؟ بيخرج ايه للهواء الجوي، مش بيخرج ايه كده، بيخرج للهواء الجوي، فتقولوا لي ثاني اكسيد الكربون وبخار مية.
والشجرة كانت ثاني أكسيد الكربون وبخار مية وأكسجين. طب لاجي للأمطار، بخار مية، مش لما الأمطار تعمل كده تبدأ تتبخر، مثلا لما الأمطار مثلا تيجي على الأرض فتبدأ تنشف فبتطلع بصورة بخار مية، تربة زراعية كذا لما تسقط التربة كده تتبخر أو تنشف يعني، فده بخار مية. فإذا الحاجة المشتركة بينهم هي بخار المية، يبقى الإجابة عندي بخار المية. السؤال التاني بيقول لي يتم خفض درجة حرارة التامن، يتم خفض درجة حرارة الكائن الحي بصفة أساسية عن طريق إخراج. طيب بالنسبة للنبات فهو بيلطف درجة حرارته عن طريق عملية النضج، فنلاقي مثلا في الأيام الحارة شديدة الحرارة اللي ضوء الشمس بيبقى جامد فيها، النبات بيقوم بعملية النضج بطريقة أكبر لما الهواء يكون سخن، تمام. لكن لما الاقي كده الانسان الجو يبقى حر او الحيوان الجو يبقى حر بيعمل بيعرق فعشان يلطف درجة حرارته. اذا النتح او العرق الحاجتين مشتركين في الكائن الحي ان هو بيخفض وبيلطف درجة حرارته. لكن لو قال لي النبات فهقول له النتح، قال لي الانسان او الحيوان فهقول له العرق، لكن هو قال لي الكائن الحي بصفة اساسية او بصفة عامة. نشوف بقى السؤال اللي بعد كده. كل مما يأتي من فوائد الصغور في النبات، عدم خفض درجة حرارة النبات اوريدي لسه لنا حالا، صعود الماء من الجذر إلى الأوراق برضو قلناها فوق إن المية كده بتصعد من الجذر إلى الأوراق، خروج قطرات ماء عند أطراف أوراق. لأ نخلي بالنا كده ونقف ونسكت، إن أنا عندي النتح بيخرج بخار ماء مش قطرات ماء، أمال هي إمتى بتتحول لقطرات مية؟ لما تتكثف، لكن بتخرج بخار ماء، وفي فرق كبير قوي ما بين الاتنين، ما بين يخرج مية وبخار مية، تمام. قطرات الماء دي عند الإدماع، عند أطراف الأوراق خروج قطرات ماء ده إدماع. يبقى إذن اللي مش صحيح أو اللي مش تبع صغور في النبات هي خروج قطرات ماء. تبادل الغازات في عمليات التنفس، ده من فوائد الصغور في النبات مش النتح، يعني ده ما أنا مش بتكلم عن عملية النتح، أنا بتكلم عن الصغور في النبات. سؤال بقى العاشر، سؤال مهم برضه. يرجع ذبول بعض النباتات إذا وضعت في الظلام فترة طويلة في مكان مغلق بإحكام إلى. طبعا كله هيقول قبل أصلا ما نقرأ الاختيارات عدم القيام بعملية البناء الضوئي، صح، فاللي هو عدم تكوين الكلوروفيل وتوقف عملية البناء الضوئي. لكن نركز كده مع بعض، ان انا عندي في عمليات ايض بتحدث في النبات. ايه عمليات الايض؟ هي عمليات البناء والهدم. البناء لما النبات كده او عمليه البناء الضوئي هي البناء اللي بيقوم به النبات، وبيوفر عشان يوفر المركبات اللي بتؤدي لبناء الجلوكوز والدهون والبروتينات وهكذا. انما الهدم بقى لما النبات يتوقف عن بناء الضوئي شويه فهيبقى محتاج طاقه، فيبدا يهدم الجلوكوز ويبدا يهدم البروتين والدهون وكل الحاجات اللي كونها، ويبدا عشان ينتج طاقه وبيقوم بعمليه التنفس. فلما يعمل عمليه تنفس هينتج ثاني اكسيد كربون كتير جدا، فانت سايبه في مكان مغلق يبقى يتسمم النبات بسبب الزياده الكتيره لغاز ثاني اكسيد الكربون ده. يبقى الثلاث اختيارات صح، زياده الهدم عن البناء في الاوراق، ما هيبني منين؟ ده مش بيقوم بعمليه بناء ضوئي اصلا، مفيش ضوء اصلا عشان يقوم بعمليه بناء ضوئي. تسمم النبات بغاز ثاني اكسيد الكربون ناتج عن التنفس، صح، لانه يقوم بعمليه تنفس كتير اثناء الهدم. عدم تكوين الكلوروفيل وتوقف عمليه البناء الضوئي برضو صح، يبقى كل ما سبق. يعزي وجود الندى على أسطح الأوراق النباتية طبعا يؤدي بسبب تكثيف بخار المية. مثلا لو في يوم في رطب أو في بخار مية في الجو فيبدأ مثلا يقف على سطح بارد مثلا زي ورقة النبات فيبدأ يتكثف ويكون لي الندى. السؤال بقى 12 بيقول لي من بين العوامل اللي بتؤثر على عملية النتح في النبات تأثير عكسي، سمك طبقة الكيوتيكل طبعا صح، لان دي بنسبة قليلة من المية بتطلع منها، نسبة قليلة خالص، فلما مثلا تلاقي ان زادت سمكها فهتقل كمية النتح، يبقى اذا في علاقة عكسية، يبقى اذا هي دي. لكن لما نشوف بقى اختيار 2 ساعة فتحة الصخر ده بيزود عملية النتح، كثافة الصغور يعني كل ما زادت كثافة الصغور او عدد الصغور زادت عملية النتح. اتساع السطح المعرض للنتح، كل ما زاد اتساع السطح المعرض للنتح كل ما زادت كمية المية اللي هيخرجها النبات، لان زي ما قلنا جميع اجزاء النبات المعرضة للهواء الجوي بيقوم باخراج المية
او بقوم بعملية النتح. لما نشوف بقى مع بعض السؤال 13، يتميز النبات بالقدرة على إعادة استخدام المواد الناتجة من أيض. زي ما قلنا وشرحنا إن النبات بيعيد استخدام اللي هي المواد الناتجة عن أيض الكربوهيدرات وأيض البروتين. ده سؤال سهل مفهوش أي مشكلة. سؤال 14 وسؤال 15 بيدوروا الاتنين حوالين نفس الفكرة. بيقولي في سؤال 14، ادرس الشكل البياني المجاور واختر الإجابة الصحيحة للسؤال التالي. الشكل يوضح العلاقة بين معدل النتح و. طب احنا لو بصينا في الشكل، علاقة طردية ولا علاقة عكسية؟ كله هيقول علاقة عكسية. طيب انا عندي كده اوضح حاجة كده كنت موضحها في الشرح اللي قلته في بنك المعرفة، واللي هسيب لكم الروابط بتاعته اسفل الفيديو عشان لازم ترجعوا له، عشان فيه كلام مهم جدا. انا عندي معدلات النتح بتزيد مع ارتفاع درجة الحرارة، فلما يكون الهواء سخن بسبب ضوء الشمس، تمام، الخلايا المسؤولة عن فتح الصور دي بتعمل على فتحها عشان تطلع المية للغلاف الجوي. بيحصل طبعا عكس كده لما الجو يكون برد، تمام. اذا اتكلمت عن ايه؟ درجة الحرارة وشدة الضوء. ما هو شدة الضوء بتاع الشمس بينتج عنه درجة حرارة عالية، تمام. يبقى اذا العلاقة طردية ما بين معدل النتح وبين شدة الضوء ودرجة الحرارة. طب بالنسبة لرطوبة التربة، طبعا لما تكون التربة رطبة يعني بيها مية هتزداد معدلات النتح، تمام. نيجي بقى بعد كده، يبقى اذا في علاقة طردية ما بين شدة الضوء ورطوبة التربة ودرجة حرارة. بالنسبة بقى للرطوبة بالهواء الجوي، تقل معدلات النتح عند ارتفاع رطوبة الايه؟ الهواء المحيط بالنبات. يعني النبات بالنسبة له، يعني ركزوا معايا، بالنسبة للنبات السهل ان هو يقوم بعملية النتح في الهواء الجاف مقارنة بالهواء الرطب. يعني النتح عايز تربة رطبة هواء جاف، هو ده اللي النتح عايزه. وطبعا في حاجة النتح، يبقى اذا في حاجة النتح بيتناسب معها تناسب طردي، هي حركة النبات حوله، حركة الهواء حول النبات يؤدي الى رفع معدلات عملية النتح. يبقى كلما زادت حركة الهواء حول النبات زادت معدلات عملية النتح. يبقى عندي كده من كل الحاجات اللي قلتها دي، اللي بيتناسب عكسيا مع معدل النتح هي الرطوبة بالهواء الجوي. 15، من بين العوامل التي تؤثر على عملية النتح في النبات تأثير عكسي: سرعة الهواء المحيط بالنبات للسونة ده طردي، شدة الضوء طردي، درجة حرارة الهواء المحيط طردي، زيادة كمية الرطوبة في الهواء المحيط. قلنا النتح عايز هواء جاف وتربة رطبة وحرارة عالية. 16، سؤال مش عليكم. يعرف الجهاز المستخدم في قياس معدل النتح بالبوتوميتر. 17، ينتج الماء عن أيض: جلوكوز، دهون، بروتين، طبعا جميع ما سبق زي ما قلنا في عملية الهدم. سؤال 18، آخر سؤال هحله بعد كده أسيب لكم بقية الأسئلة جاوبوها لي في التعليق. 18، تنتج اليورا عن أيض، طبعا البروتين. أقول لكم بقى سؤال 19 و20 اللي تحلوهم. تتخلص النبات من غاز ثاني أكسيد الكربون بخاصية: 1 الانتشار، 2 الأسموزية، 3 النفاذية الاختيارية، 4 النقل النشط. 20، النتح في النبات هو صورة غير مباشرة للإخراج حيث يتم تلطيف درجة حرارة النبات، تخليص النبات من الماء الزائد، استخدام ماء النتح لرفع العصارم في أوعية الخشب، ولا جميع ما سبق. تقولولي كده في التعليق 19 وشرطة كده جنبيها، وتقولولي 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، و20 شرطة جنبيها تقولولي 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. بس بكده نكون خلصنا 20 سؤال، حليت 18 وعطت لكم 2 واجب. طبعا اللي عنده سؤال يقوله، واللي كمان عنده اي حاجة عايزها يقولها. انا بكتب كده في كراسة كده صغيرة الحاجات اللي انتم محتاجينها، وبحاول اني اخلصها لكم. اشوفكم بخير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.